الاي والاي اكس والاي واي صح كده؟ لو كانت مساله متماسكه كانت الاي اكس واي بتطلع مسافه صفر. لو في عندك مساله غير متماسكه بالمنظر ده يبقى انت عندك فيه محور اكس ومحور واي هيبقى في عمود عليهم او بيميل بزاويه معينه تلاقي فيه محور ثاني اللي بيميل بزاويه ثلاثه اللي هو محور واحد ومحور اثنين صح كده؟ فبالتالي المفروض نعمل روتيشن للايه؟ للشغل بتاعنا المفروض نحسب المعادله بتاعتنا لهذه المحاور الجديده اللي هي محور واحد ومحور اثنين بس عملنا في موديفيكيشن في القانون حصل ان احنا بدل ما نقعد نشتغل على المحاور اللي هي فيها زاويه تلتا دي بتتعبنا جدا فبنشتغل على المحاور الرئيسيه بتاعتنا اللي هي محور اكس ومحور واي بس بندخل الخواص بتاعه الايه؟ الاي اكس والاي والاي اكس واي والاي واي بتاعتنا ازاي؟ ان انت خلاص ان انت جبت الاريا جبت الاي اكس جبت الاي واي بدل ما نخش في سكه ان احنا نحسب اي 1 واي 2 ونحسب كل الاحداثيات بتاعتنا ريليتد لمحور واحد والمحور اثنين بنشتغل برضه على محور اكس ومحور واي بس بنجيب موديفايد فاليوز بتبقى المعادله بتاعتنا من الاف تساوي ان على اي زائد ام اكس موديفايد على اي اكس موديفايد في واي زائد الام واي على الاي واي الموديفايد مطلوبه فيه الاكس صح كده؟ طيب ايه هي الموديفايد فاليو؟ يعني الام اكس موديفايد عباره عن ايه؟ عباره عن ام اكس ناقص ايه؟ الام واي على الاي واي الاي سكوير هتجيب دي وتشتغل عليها وكذلك الام واي ستار بتساوي الام واي ناقص ايه؟ ام اكس على الاي اكس في الاي اكس واي هو في ناس مجمعها وكذلك الاي اكس الموديفاي بتطلع بتساوي الاي اكس مطلوب منها اي اكس واي بقى سكوير المره دي على الاي واي والاي واي ستار تبقى عباره عن اي واي ناقص لنا ايه؟ اي اكس واي سكوير على الاي اكس يبقى دي القيم بتاعتك بس خلي بالك كانون كده ان انت ممكن انت هتكون حاسب الاريا والاي اكس والاي واي وتكون حاسب الام والام اكس والام واي عادية ممكن تلاقي الام اكس صفر هل معنى كده ان الام اكس موديفايد هتطلع بصفر؟ لا ليه؟ لان انت هتفضل غير صفر وبعدين تطرح منها او تجمع عليها جزء ثاني يبقى في الحاله دي ممكن تبقى الام اكس صفر ولكن الام اكس موديفايد ليها ايه؟ قيمه وكذلك الام واي ممكن تبقى الام واي بصفر وتطلع الام واي موديفايد ليها ايه؟ ليها قيمه يبقى دي الموديفايد فاليوز وانس انك جبت الموديفايد فاليوز تشتغل عليها طبعا بننسى خالص موضوع الايه؟ محور واحد ومحور اثنين وكل شغلنا على محور اكس ومحور واي كما لو كانت المساله عليه. اوكي؟ ده كان اخر حاجه نتكلم عليها في موضوع النورمال سبيسز. النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم على موضوع جديد وهو الايه؟ شير سبيسز. النورمال ستريسز كانت القوى العموديه على القطاع بتاعه لكن الشير ستريسز اللي هنتكلم عليها اللي هي الايه؟ الفورسز او الستريسز الموازيه للايه؟ للقطاع. اول نوع هنتكلم عليه هو النوع بنسميه دايركت شير. كان لها ليه خطوه في الماتيريال؟ لا تاخد بالنا من الشيب كمان. كله دايركت. خدوا دايركت بس كان فاخر جزئيات. احنا بنراجع بسرعه.
بس التاني كان مزيد ايه؟ مخدناش صح؟ ايه يا لو في عندك هنا فورس تي لو شدينا الاثنين دول ايه اللي هيحصل؟ في حاجه بتطمن ايه؟ لازم نتحرك في الطول الارض مثلا ايوه قول ايه اللي هيحصل؟ هترفع ايده وتقول لو شدينا كده ايه اللي هيحصل؟ حاليا مفيش حاجه هتحصل محافظين ان في مصابيح فين المصابيح؟ حطينا مصابيح عشان نجاوب صح؟ مش هيحصل حاجه يا جماعه ما تشد كده الاثنين دول هيحصل لهم ايه؟ هيتزحلقوا عادي واحد مش شايفين معايا هيتزحلق فالمفروض نرجع بقى ايه نحط الحاجات اللي احنا متعوزين نعملها حطينا الحاجات اللي كانت موجوده في الترم الاولاني يا جماعه المسمار لو في مسمار كده خلاص كده رجعنا للذاكره جاوب لو شدينا بالمنظر ده كده ايه اللي هيحصل؟ التو بليتس دول لو كانوا عايزين يزحلقوا المسمارين دول مسكوهم في بعض لما تيجي تشد كده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل شير على مستوى بتاع الايه؟ المسمار الحته دي هيحصل لها ايه؟ هيحصل شير في هذا المستوى وبالتالي الشير الواقع على المسمار هيبقى بيساوي كام؟ بس لازم نشوف البلان بتاعها. لو رسمنا البلان بتاعها كان البليت بالمنظر ده. ده يبقى انت قلت المسمار ده بقى على حسب العدد اللي موجود. المسمار ده في الاليفيشن باين واحد بس هو في الحقيقه كام؟ ثلاثه. وبالتالي الشير اللي واقع على المسمار الواحد هنسميه كيو هيطلع بيساوي الفورس تي مقسوم على ايه؟ على عدد المسامير اللي هي الان بول مضروبه في الاريا بتاعت المسمار الواحد حيث الان هي عدد المسامير والاريا بول هي عباره عن مساحه مقطع ايه؟ في المسمار وبالتالي دي قيمه الشير ستريس الموجود على المسمار. الحاله دي بنسميها اي نوع؟ سنجل شير. ليه سنجل شير؟ عشان قص واحد على مساحه المسمار هي ايه؟ اللي تقص. في نوع ثاني اللي هو الدبل شير. وفي الحاله دي الحالة دي اللي هيحصل لما نشد هنا فورس تي الحالة دي الكيو هتطلع تساوي ايه المرة دي؟ التي على على عدد المسامير اللي هو الان بول في كام اريا بقى؟
بص المره دي لما يحصل يبقى ده هيشد في هذا الاتجاه والاثنين دول هيتحركوا كده، يبقى الشيء حصل على المستوى ده وحصل على هذا المستوى، يبقى عندي كده مستوى قطع اثنين يبقى على اثنين دليل. وده بنسميه يا شباب دبل اكشن. النوع الثالث اللي بنسميه الايه؟ الكلام ده بيحصل امتى؟ لو في عندك ميل بالمنظر ده كده ونزلت بحاجة عشان ايه؟ تخرج بهذا البليت، البليت ده كان ليه تكنس تي، فالحاجة اللي عاملة زي الكرامة دي هنعمل ايه؟ هتخرج البليت بالمنظر ده. فلو جينا بصينا في البلان زي حاجة عاملة كده، الخرم عندك هيبقى على شكل ايه؟ دايره بهذا الرقم. قطر الدايره دي. ده بنسميه البانشنج شير. البانشنج شير الحاله دي المساحه اللي تقص عباره عن ايه؟ الفوليوم بتاع الاسطوانه، المساحه الجانبيه للاسطوانه، المساحه الجانبيه للاسطوانه، يعني المساحه اللي تقص دي عباره عن المسافه دي في الايه؟ في السونج سي، يعني هتبقى عباره عن الباي دي مضروبه في الايه؟ في السونج بتاعنا اللي هو التي. يبقى دي الاريا اللي حصل عليها الايه؟ الشير، اللي هي المساحه الجانبيه للاسطوانه، المساحه دي الطول ده مضروب فيه السمك، الطول ده عباره عن الايه؟ البريمتر مضروب في الايه؟ السمك تي، المحيط مضروب فيه السمك تي، هتبقى عباره عن باي دي في تي، دي الاريا. يبقى في الحاله دي الشير هيطلع مساوي ايه؟ الفورس بتاعتك اللي هي بي مقسوم على الايه؟ على الاريا بتاعتك اللي هي عباره عن الباي دي مضروبه في السول دي. ويبقى ده الدايركت شير اللي موجود عندك. اخر نوع بنتكلم عليه ده احنا هنكمل الكلام فيه هو الشير وذ كان معرض لشير
كيلو قيمته كام؟ كيو. وهيحصل له ايه في نفس الوقت؟ لما نيجي نتكلم على المقطع الراسي هنلاقي ان الفورس اللي بتسبب شير هي مين؟ الاي واي. بتسبب ايه؟ شير. لان قيمه شير الكيو ما هياش من الكيو. الرياكشن هنا بي على 2 والرياكشن هنا بي على 2، فقيمه الشير هتطلع كيو اللي هتطلع تساوي بي على 2. فاي قطاع عندك جنبه كده هيبقى معرض لفورس شير اسمها كيو بتاثر على المساحه دي الجانبيه للمنظر ده هتديني شير ستريس. طب شير ستريس ده توزيعه متساوي ولا توزيعه غير متساوي؟ طيب تعالى نفكر مع بعض كده. يعني بيبقى في شير في هذا الاتجاه شير ستريس كيو بتبقى وحدات كيلو جرام على سنتيمتر سكوير او طن على سنتيمتر سكوير او نيوتن على سنتيمتر سكوير او ملي متر سكوير وكده. بس ده بالنسبه لقيمه الايه؟ الشير. طيب في الاتجاه الطوالي نتيجه البندنج اللي بيحصل انت مش هتيجي الكلام ده في شير في كيلو جرام. نتيجه البندنج هو ده جرام ده اللي هيحصل. بالاتجاه ده يعني معنى كده كان يعني كل ورقه من الورقات اتحركت فوق الثانيه بالمنظر ده كده. يبقى ايه اللي حصل في المستوى ده؟ ده يعتبر ايه؟ شير ما بين الورقه والثانيه. يبقى كل ورقه بتتحرك على الثانيه في هذا الاتجاه يعني معنى كده ان في شير بيحصل في هذا المستوى. ده الشير اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الشير ويب بندنج. طبعا هتلاقي اول ورقه اتحركت بنسبه غير اللي تحت غير اللي فوق وهكذا، وده كله معتمد على مكانها فين من الايه؟ من الموضوع ده. الشير يا شباب اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو شير مصاحب للبندنج. علشان كده هتلاقي توزيع شير ستريسز تلاقيه مختلف في القطاع، وكل قيمه للشير مختلفه عن اللي بعدها. الكلام ده جاي من القانون اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكيو هيطلع مساوي لايه؟ الكيو واي على الاي اكس في اس اكس على بي اللي هو عرض القطاع. حيث الكيو واي عباره عن ايه؟ صوت القصر. الاي اكس عباره عن المومنت اوف انرجي بتاع القطاع حوالين المحور اكس. الاس اكس عباره عن عزم المساحه حول المحور اكس للقطار.
اللي احنا بناخد عنه. والبي هي عبارة عن عرض الايه؟ القطاع. دي القانون اللي هنستخدمه واحنا بنشتغل على الشيل والبندنج اللي احنا بنحسبه. طب لو خدنا قطاع مثلا مستطيل زي ما موجود عندنا ده، عرضه بي والارتفاع اتش، هذه محور اكس بتاعتك وعليه قوة بتأثر في واي. وعايزين نحسب الشير ستريسز او توزيع الشير ستريس على القطاع. كل اللي هتعمله ان حضرتك تاخد قطاعات عرضيه علشان تشوف التحرك اللي ما بين كل قطاع والتاني. فلو اتكلمنا على قطاع في البدايه خالص نسمي القطاع ده قطاع واحد، وهناخد قطاع هنا في النص نسمي القطاع ده اثنين، وهناخد قطاع هنا هنسميه ثلاثة. وعايزين نطبق في القانون بتاعنا اللي هو الكيو تساوي كيو واي على الاي اكس في الاس اكس على البي. نبتدي علشان نفهم حاجه حاجه كده. الكيو واي عندي ثابته، قيمه الاي اكس بكام عندك؟ البي في الاتش تقريب على ال 12. مين الضربات؟ عند البي واحد الكيو واحد والكيو واي زي ما اتفقنا هي القيمه اللي موجوده جدا. فالكيو واحد هتطلع بتساوي الكيو واي على الاي اكس مضروبه في الاس اكس عند قطاع واحد على البي عند واحد. تعالوا نطبق الكلام ده عند القطاع عند واحد. الكيو قيمه ثابته للقطاع، الاي اكس القطاع كله برضه قيمه ثابته، فالجزء ده بالنسبه لنا كونسنت ماشي موجود. طيب عزم المساحه اس اكس واحد عند القطاع واحد، عند قطاع واحد ايه المساحه اللي اتقطعت باستخدام هذا القطاع؟ مفيش مساحه المساحه اللي قطعت فوق القطاع هنا بكام؟ قال لي اي مساحه قطعت؟ مفيش. يبقى معنى كده ان الاس اكس في هذه الحاله كانت بكام؟ كانت بزيرو. وعرض القطاع هنا هو اللي هو يعتبر الايه؟ البي بتاعنا. بس في النهايه قيمه الكيو عند الواحد هتطلع بسبب كام؟ هتطلع بسبب كام؟ تمام؟ طيب تعالى نطبق الكلام ده على قطاع اثنين. الكيو 2 هتطلع بسبب كيو واي على الاي اكس بتاعتك اللي هي بي اتش تقريب على ال 12، يعني ممكن نقول نكتب ال 12 فوق. في اس اكس عند القطاع 2 عند القطاع 2 المساحة اللي اتقطعت عندك أي مساحة؟ المساحة اللي فوق كلها اللي هي النص ده. سي جي بتاعها أهو يبعد مسافة مقدارها قد إيه عن محور إكس؟ إتش على 4. المسافة دي كلها إتش على 2 والمسافة دي إتش على 4. يبقى عزم المساحة اللي هي الإس إكس هتبقى عبارة عن المساحة اللي هي عبارة عن كام؟ بي في اتش على 2 اللي هي البي في الاتش على الاثنين، وهنضربها في المسافه لحد السنترويد اللي هي الاتش على 4. يبقى الاس اكس الاريا مضروبه في
المسافه بتاعتك اللي هي اتش على 4. الكلام ده كله مقسوم على العرض بتاعك اللي هو بي. من هنا كيو 2 تطلع بسبب كام؟ عايز يحسب؟ ال 2 في 4 هتبقى ب 8 يبقى هتبقى 12 على 8 صح كده؟ في كيو واي على البي في اتش دول هيبقى عباره عن بي في اتش توزيع على البي في اتش على طول دول هيبقى عباره عن بي في اتش توزيع وتحت كل ده على اتش ايه؟ كل ده على اتش كل ده على اتش وتحت عباره عن بي تربيع في اتش تكعيب اتش تكعيب صح كده؟ تطلع بتساوي 12 على 8 دي تبقى رقم كام؟ 1.5 صح؟ في الكيو واي على يبقى هنا البي هتقوم على بي والاتش تربيع هتقوم على التكعيب يبقى انا تحت ايه؟ البي في الاتش تطلع تساوي 1.5 الكيو على الاريا. البي في الاتش هي عباره عن ايه؟ الاريا بتاعت المستطيل كله. يبقى اكبر قيمه او قيمه عند 2 طلعت بتساوي 1.5 كيو على الاريا. طيب طبقها عند كيو 2 تعال نطبقها عند 3. لما ناخد كيو 3 القطاع اللي اتقطع عندك فوق 3 عباره عن ايه؟ احنا ماشيين من فوق لتحت. طب قطاع القطع عندي عند ثلاثه هو عباره عن ايه؟ القطع كله. يعني عند ثلاثه القطاع القطع هو عباره عن القطاع ايه؟ كله. السنترويد بتاعه موجود فين؟ عند محور اكس. يبقى معنى كده لو طبقنا عند كيو ثلاثه لو قلنا كيو على الاي موضوع فيه الـ SX على الـ B عند 3. المساحة اللي اتقطعت زي ما اتفقنا قلنا المساحة ايه؟ كلها. فلما نيجي نطبق تطلع بتساوي نفس الكلام برضه الـ Q على الـ I ده عبارة عن كونسنت هنسميه C مضروبة فيه عزم المساحة اللي المساحة كلها، المساحة كلها بكام؟ الـ B في الـ H مطلوبه فيه المسافه احنا بناخد عزم المساحه حوالين ايه؟ حوالين محور اكس. المساحه لما نيجي ناخدها حوالين محور اكس النقطه دي ايه؟ سنترويد يبعد قد ايه عن محور اكس؟ محور اكس بتاعك المسافه بينه وبين محور اكس قد ايه؟ زيرو. يبقى نضربها في كام؟ في زيرو. الكلام ده مقسوم على العرض عند البي 3 اللي هو عباره عن ايه؟ البي بتاعك. وفي الحاله دي كيو 3 تطلع بتساوي كام؟ يبقى كيو 3 تطلع بتساوي زيرو. يعني معنى كده ان القطاع بتاعك الشير في البدايه طلع بصفر الشير في النهايه طلع بكام؟ زيرو. زيرو والقيمه في النص طلعت بكام؟ 1.5 كيو على كيو. شكل التوزيع بتاعك هيبقى عباره عن كيرف المضاربه الثانيه بالمنظر ده كده والقيمه دي اللي هي 1.5 كيو على الايه؟ ودي القيمه الايه؟ الماكسيموم بتاع الشير سبيس. مفهوم كده؟ طيب حد يقدر يقول لي انا رسمته هنا كيرف من الدرجه الثانيه. ايوه ليه؟ حد يقدر يقول لي ايه؟ ان اكبر شير بيحصل في النص. والله انا عايز اكبر شير بيحصل في النص كده ممكن اوصلها خط مستطيل. ليه وصلناه؟ كيرف من الدرجه الثانيه. عشان بيعتمد على المسافه. عشان بيعتمد على المسافه بتاعت القطاع ممكن يكون لينير ممكن يكون كيرف من الدرجه الثانيه ساكن ديجري بارابول. ليه هو ساكن ديجري بارابول؟ دخلت نص الاجابه. نص المساحه
على صوت المساحه. انا طورت المساحه ان انا طلع عارف ان في حاجه موجوده مش موجوده. تمام. عشان كده عملت يعني هو انت قربت شويه كده هو حاجه كده مسكت كده طابه معقول مسكت خط عشان هي مع المساحه اصلا هيك تنازل عن مساحه ومساحه ليها تبيع طول فعال طول فعال ارتفاع في بي بي هنا تنصب في ارتفاع نسميه واي عشان الله ينور. دي اجابه 100% صحيح. هي الفكره في ايه؟ عزم المساحه. واحنا بنقول عزم المساحه بتاعته ضاع. اي لو خدنا اي اجابه بالكلام ده. بيتغير مع مين؟ لو سمينا ده واي او دي واي صح؟ كمان ايه؟ وبتضرب في بعد تاني ايه؟ واي. يبقى واي ظهرت معاك كم مره؟ مرتين. وانت بتكسر المساحه البعد الفيرتيكال ظهر معاك، وبعدين لما تيجي تاخد عزم المساحه البعد الفيرتيكال بتضرب فيه تاني بيظهر معاك كم مره؟ يبقى انت ضربت في الواي كم مره؟ مرتين. عشان كده التغير مع الواي عباره عن كيرف من الدرجه الايه؟ الثانيه. يبقى في تربيع، عشان كده الواي ده من المسافه الرمزيه هتلاقي فيها سكوير. مره انت بتكسر المساحه بواي، وانت بتاخد العزم بتاعها وتضرب تاني في واي، فبالتالي اصبح البعد الراسي داخل المضروب في بعضه كم مره؟ مرتين، واصبح تربيع. عشان كده المعادله بتاعتي او الشكل بتاعي بيتغير بالكيرف من الدرجه الايه؟ الثانيه. يبقى تبقى معادله من الدرجه الثانيه، وعشان كده بيبقى الشكل بتاعنا عباره عن كيرف بالمنظر ده. من الحالات برضه اللي المفروض تبقى عارفها هي حالة لما يكون في عندك دايرة. في الحالة دي كيف تشير؟ لما يكون عندك دايرة شكل التوزيع برضه هيبقى ماشي في هذا الاتجاه، والقيمة الماكسيموم هنا هتبقى 4 على 3 يو على الـ A بدل ما هي لو عندك يو بالموجود. برضه سؤال، لو كانت القوة بتاعتك الموجودة فورس كيو اكس، يعني ادي محور واي والفورس بتاعتي كانت كيو اكس، ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ قانون هيبقى عبارة عن ايه؟ قانون هيبقى عبارة عن ان الشير هيطلع بيساوي يو اكس هتقسمها على مين المرة دي؟ على الاي واي. في عزم المساحة هيبقى حوالين ثاني محور المرة دي؟ حوالين محور واي، يبقى الاس واي مقسوم على العرض بي، حيث البي المرة دي اللي هي يعني اللي هي العمودي على الكيو اكس، يعني في الاتجاه ده. ده هو الفي بتاعه اللي هو يعتبر اتش بالظبط. يبقى خلي بالك لو قلبنا القطاع يبقى احنا بنشتغل على الاتجاه كله يبقى عمودي على محور واي، يبقى احنا شغالين على محور واي، وناخد عزم المساحه حوالين محور واي مش حوالين محور اكس. طيب ناخد مع بعض كده مثال ونثبت بيه المعلومات بتاعتنا دي. Thank you.
في الاس اكس على ايه؟ على البي. ادي مساله. نبتدي بقى نختار قطاعات نحسب عندها وبعد كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي. القطاعات اللي هنختار عندها هتبقى فين؟ دايما بناخد واحد في بدايه المساله خالص واحد في النهايه خالص. دي اول حاجه يبقى واحد في البدايه واحد في النهايه. وبعدين نبتدي ناخد فين؟ عند كل تغير في السمك. يعني انا عندي هنا عرض بتاعي كام؟ ب 32. بعدين الويب اصبح العرض بتاعه كام؟ 1 سم. يبقى لازم اخد القطاع عرضه 32 واخد قطاع عرضه 1 سم. بعدين اخد قطاع ثاني عند محور اكس واخد قطاع ثالث هنا هو برضه قبل تغير السمك هنا ب 1 سم واحد ثاني فين؟ بعد تغير الايه؟ السمك. يبقى القطاعات اللي هناخدها القطاع واحد في البدايه قطاع اثنين عند قبل تغير السمك بعرض 32 القطاع ثلاثه في الويب نفسه السمك بتاعه ب 1 سم القطاع الرابع عند محور اكس قطاع في نهايه الويب نسميه خمسه وادي القطاع سته وادي القطاع ايه؟ سبعه. ونبتدي نحسب القيم شير ستريس عند القطاع قطاع. نبتدي اول واحد بالقطاع في واحد. هيطلع بيساوي نص في عزم المساحه اللي اتقصت عند واحد. المساحه اللي فوق كام؟ زيرو. زيرو يبقى هيطلع في الزيرو. يطلع بيساوي زيرو. كيو عند اثنين هيرفع بيساوي برضه النص مضروب في عزم المساحه اللي اتقصت عند الاثنين. لما اتقطعت عند الاثنين المساحه اللي اتقطعت هي عباره عن مين؟ اللي هي الفلانج اللي فوقها اللي هي قيمتها كام؟ 2 في 32 والسيج بتاعها موجود هنا فين؟ في النص. هتبقى عباره عن 32 مضروبه في سمك اللي هو 2 مضروبه في المسافه بتاعتك لحد محور اكس. المسافه دي لها كام؟ 16 و6 في 16 و6 المية. الكلام ده على السمك بتاعك اللي هو بكام؟ او العرض اللي انت قطعته اللي مر القطاع بيه اللي هو العرض كام؟ 32. تطلع بتساوي كام؟ ال 32 هتضرب على 32 وال 2 في نص هيبقى 1 هيبقى لك 16.6% كيلو جرام على سنتيمتر سنتيمتر. وضحت؟ طيب نفس الكلام اللي طبقناه هنطبق عند كيو 3. تطلع بتساوي كام؟ 3 السي طبعا زي ما هي. في المساحه اللي اتقصت هي عباره عن ايه؟ هي نفس المساحه قطعت فوق تحت الربع على طول فانت برضه في الخط الايه؟ الفلان. فهتبقى عباره عن ال 32 مضروبه في الاثنين في عزم المساحه بتاعتها يعني هتضرب برضه في نفس المسافه اللي هي كام؟ 16.6% يبقى ايه؟ عزم المساحه هو هل اتغير؟ هو مقسوم على السوق اللي حضرتك عملته اللي هو كام؟ السوق بتاعنا بقى اللي اتقطع استخدام 3 اللي هو سمك الويب نفسه اللي هو ب 1 سم. تطلع بتساوي كام يا شباب؟ 513 و92% كيلو جرام على سنتيمتر سوري. تمام بلغوا. انت بتضرب المساحه انت بتاخد عزم المساحه مش بعد القطاع. يعني انت عندك القطاع ده 3
قطع لي انهي مساحه؟ قطع لي انهي مساحه؟ لما تمسك فلوس كده وتقطع كده. انت شلت مين؟ شلت الفلانجه صح؟ الفلانجه بقى عزم المساحه بتاعها بكام؟ المستطيل في المسافه، المسافه بتاعتها 15 ولا 16؟ 16. يبقى بتضرب في المساحه بتاعت او المسافه بتاعت المساحه اللي اتقطع مش بعد القطاع. انا بنشوف القطاع قطع ايه وهو ده اللي باخد عزم المساحه بتاعه. واضح كده؟ هنا الحته دي يعني الجزء اللي تحت القطاع مش عايز تحت اللي تحت. ما ليه؟ بس احنا الطريقه مبنيه على انك تاخد عزم المساحه بتاع الجزء اللي اتقطع فوق مش اللي تحت. يبقى كده جبنا قيمه الكيو 3 وطلعت ب 513 و92 جنيه. حد يقدر يقول لي ايه الفرق ما بين كيو 2 وكيو 3؟ الفرق الوحيد كان مين؟ العرض. يعني لو احنا ضربنا كيو 2 في 32 وضربنا كيو 3 في 1 مش البصمه هيطلع هو نفس البصمه؟ عشان كده ده بيدينا القانون عند مركات تغير السمك. دايما هتلاقي ان كيو 2 مضروبه في السمك بتاعها تساوي كيو 3 مضروبه في السمك بتاعها. يعني دايما هتلاقي عند المكان اللي فيه تغير السمك ان الكيو 2 مضروبه في السمك بتاعها تساوي الكيو 3 مضروبه في السمك بتاعها. ومن هنا كنت ممكن بعد ما جبت كيو 2 نطبق في القانون على طول بدل ما تقعد تحسب تاني. يعني كنت ممكن تقول ان كيو 2 في كيو 2 بتساوي كيو 3 في 3، عندك الكيو هنا بواحد تقسم عليها طلعنا كيو 2 الكيو 3 اللي هي 513 و 95. ولاحظ؟ الخطوة اللي بعدها عايزين نجيب الكيو 4. كيو 4 كيو 2 في بي 2 كيو 3 في بي 3 هي الشيل عند 4. لما قطعت عند 4 احنا قطعنا ايه في الحاله دي؟ يعني لو جبت موس وقطعنا هنا يبقى احنا قطعنا ايه؟ قطعنا كل اللي فوق في القطاع اللي هو الجزء ده كله. يعني قطعنا الجزء المنطق ده والجزء ده يبقى كل ده اتقطع معايا. لما نيجي ناخد عزم المساحه بتاعه يعني لما نيجي نقول يو 4 تطلع بتساوي سي اللي هي في نص بي، عزم المساحه بتاعك هيبقى عباره عن كام؟ ايه؟ الاريا توتال في المسافه بتاعك لازم تجيب محور اكس بتاعك او ناخد ايه؟ مجموع زون المساحات. بناخد عزم المساحه المستطيل زائد عزم المساحه المستطيل الراسي. يبقى معنى كده هنقول عزم المساحه اللي فوق اللي هي عباره عن كام؟ 32 مضروبه في السمك بتاعها اللي هو ب 2 في المسافه بتاعتها لحد محور اكس اللي هي بكام؟ 16.6%. دي المساحه الاولانيه زائد المساحه الثانيه اللي عباره عن ايه؟ مساحه الويب الجزء اللي اتقص من الويب اللي هو الجزء ده وده السنترويد بتاعه فين؟
موجود هنا في النص. المسافه بتاعتك دي كام؟ 7 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 في 1 في المسافة اللي هي 7.53% دي المساحة التانية. الكلام ده كله مقسوم على كام؟ السمك اللي قطع من 4 اللي هو كام؟ 1 سم. من هنا الكيو 4 ممكن نكتبها كده على الضعف تاني اللي هي عبارة عن نص. انا هوزع الجهد ده عبارة عن نص في 230 في 2 في 16.6% على الواحد صح؟ وزعت زائد برضه النص في 15.6% في 7.53% على 4 سم. الخطوة دي مالهاش لازمة تعملها يعني، بس انا دي حاجة توضيحية ليا. يعني من هنا على طول كنت ممكن تقول ان هي بتساوي كام على طول؟ نحسب الحسبة دي كلها 627.3. و62% كيلو جرام على سنتيمتر سم. يبقى ده قيمة الكيو 4. تمام؟ طب عايزك تقارن كده كيو 4 بكيو 3. عايزك تقارن كيو 4 بكيو 3. هي يعني هي حصل ايه؟ لو جينا بصينا على الجزء الاولاني اللي انا كتبته ده ده مين؟ ده كيو 3 بالظبط صح؟ اللي هو اللي كان محسوب على 32 في 2 في 16 على 1 سم. ايه دي كيو 3 بالظبط صح؟ طب والجزء ده؟ زاد عليهم مين؟ زاد عليهم الحبة دول اللي هو سي في عزم المساحة الحتة دي صح على السمك بتاعنا اللي هو 4 سم. يعني نقدر نقول ان ما دام عندي 3 و4 واحد في بداية حتة واحد في نهايتها لو عايز تحسبها ممكن تقول ان هي بتساوي كيو اللي قبلها زائد ايه؟ السي في الاس اكس بتاع المساحة اللي ايه اللي ما بينهم. فممكن نقول ان القانون بتاعنا الحته دي هنسميها اللي هي كيو من 3 ل 4. يعني ممكن اقول ان كيو 4 بتساوي كيو 3 زائد كيو من 3 الى ايه؟ الى 4. وبالتالي نقدر نقول ان كيو 4 تساوي كيو 3 زائد السي في الاس اكس من 3 ل 4 على مين؟ على البي بتاعك برضه مين؟ بتاع 4. ده قانون جديد برضه ممكن نستعمله في نفس الضلع، ما دام الضلع ده ماشي فيه والسمك بتاعه ثابت ممكن ناخد السمك اللي قبله او القطاع اللي قبله زائد ايه؟ الحبه اللي زياده اللي عليهم بس بدل ما اقعد احسب المساله كلها. طيب جميل. لو عايز تحسب كيو 5 ممكن لو قطعت هنا يبقى تشتغل على ايه؟ المساحه كلها. او تطبق في مين؟ طب قانون النعم لسه عارفينه دلوقتي. ممكن اقول ان كيو 5 هيساوي كيو اللي قبلها اللي هي 4 زائد كيو من 4 ل 5. يعني كيو 5 تطلع تساوي كيو 4 اللي احنا مطلعينها كانت بكام؟ 570 62%.
زائد يو من 4 ل 5 اللي عباره عن سي في الاس اكس على بي، سي اللي هي النص في الاس اكس اللي هي عزم المساحه بتاعه الجزء الزياده اللي هي المساحه دي. المساحه دي يا شباب السنترويد بتاعها فين؟ 22 في المنتصف بالظبط اهو، عايز المسافه دي هتبقى بكام؟ ايوه سالب 12 وكام؟ 47 47 صح كده؟ يبقى هتطلع بص في عزم المساحه اللي عباره عن الطول في العرض في المسافه. الطول بتاعنا اللي هو 24 94% كله، السمك بتاعك اللي هو 1 سنتي، في المسافه بتاعتك اللي هي كام؟ سالب 12.47%. الكلام ده مقسوم على السمك بتاعك اللي هو كام؟ 1 سنتي عند القطاع 5. احنا قلنا ان عزم المساحه محاضرة المساحات، قلنا ان عزم المساحة لما بيبقى فوق المحور بيبقى الموجب، تحت المحور بيبقى الايه؟ السالب. يبقى معنى كيو 5 تطلع تساوي، ينفع تحسبها؟ حد بيحسب؟ 415 كم؟ 415 12 100 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير. اي سؤال لحد هنا؟ يعني كيو كيو في كيو يعني؟ كيو 2 في في 2 بتساوي في 3. الكلام ده بنعمله لما بيكون القطاعين في نفس المكان وفي تغير في الصوره زي هنا. يعني 2 و3 الاثنين مكانهم واحد بس ده قطع عرض 32 وده قطع عرض كام؟ 1 سم. القانون ده نقدر نستخدمه امتى؟ ما بين 5 و 6. ان 5 و 6 مالهم؟ نفس المكان نفس المكان بس تغير في الايه؟ السمك. السمك. طب 6 و 7 اللي في ما بينهم ايه؟ مسافه. هنقول هنا ان كيو 7 مسافه كيو 6 زائد كيو من 6 ل 7. يبقى انطلاقا للكلام اللي انت قلتيه يبقى كيو 6 وكيو 5 لما نيجي نطبق نطبق هنا القانون على طول. ممكن نطبق هنا ده على طول. يعني ممكن اقول ان كيو 5 في 5 تساوي كيو 6 في كيو 6. ليه؟ لان الاثنين في نفس المكان بس في تغير في السمك. الخمسه قطع سمك 1 سنتي والسته قطع سمك عرضه كام؟ 16 سنتي. يبقى في الحاله دي كيو 5 اللي حضرتك مطلعها اللي هي بكام؟ 415 12% في السمك بتاعنا اللي هو 1 سنتي يساوي كيو 6 اللي انا ما اعرفهاش في السمك بتاعها اللي هو بكام؟ العرض بتاعها اللي هو بكام؟ 16 سنتي. في الحاله دي كيو 6 تطلع تساوي الرقم ده مقسوم على 16 وتطلع بكام؟ 25 و94 تطلع ب 25 94% كيلو جرام على السنتيمتر سكوير. لو حبينا نحسب كيو 7 تبقى عباره عن ايه؟ 6 زائد حته صغيره. كيو 6 زائد تطلع بسبب كيو 6 زائد كيو من 6 الى ايه؟ الى 7. المفروض لما نيجي نعوض في دي تطلع بسبب كام في النهايه؟ زيرو. ليه؟ لان القطاع بتاعك عند السبعه لما تاخد كده انت قطعت الايه؟ القطاع كله، القطاع كله السنترويد بتاعه هو محور اكس، لما تاخد العزم بتاعه لازم يطلع بسبب كام؟ يطلع بسبب زيرو. طبق فيها كده لازم تطلع معاك بسبب كام؟ يطلع بسبب زيرو. يبقى ده بالنسبه للقيم بتاعت الشير ستريس. تعالى نطبقها كده مع بعض. ده التوقيع اللي انتوا خدتوه برضه
في الماتيريال لو قلنا عند واحد زيرو عند الاثنين طلع بكام يا شباب؟ 16 و 6 16 و 6 100 قسمها بكام؟ قسمها 16 سم ولا قسمها 1 سم ولا قسمها بكام؟ 1 و 6 من 10 ممكن بس خلي بالك ان القيمه اللي بعدها كام؟ 513 15 يعني هنضرب 4 و 6 من 10 دي هنضربها بكام؟ 32 مره تبقى ده 32 مره يبقى معنى كده هترسم كام؟ 32 سبورتين ولا حاجه دايما بره اللجنه على السبوره ممكن دايما تختار سكيل مناسب دايما الفرق ما بين ده وده كبير جدا عشان التغير رهيب في الايه بين الفلاج والوقت فالقيمه بتاعتك دي هتبقى قيمه صغيره جدا 16.6% والثانيه بكام 513 192% القيمة عند نحو اكس طلعت بكام؟ 570 والقيمة في الآخر طلعت 415 9.10 والشكل الكيرف بتاعك هيبقى بالمناسبة القيمة دي قلنا 570 و 62% والقيمة اللي في النهاية طلعت 25 وشوية أكبر قيمة موجودة فين عندنا في الشير ستريس؟ عند مين؟ عند نحو إكس، ليه؟ حد يعرف يقول لي ليه؟ الشغل اللي احنا قلناه دلوقتي ليه أكبر قيمة موجودة؟ ليه البيو ماكسيموم؟ دي البيو ماكسيموم عند نحو إكس ما هو ده محور ده بعدين عشان بطلع الاثنين اللي فوق دول وبعد كده بشيل من اللي تحت ايوه ايوه صح بعد كده انت في طريقه الحل اللي احنا شغالين احنا كل اللي فوق نحو اكس خدناه بايه؟ موجب موجب بعد ما تعدينا نحو اكس ابتدينا ناخد المساحات اللي هي اللي بنعمل فيها ايه؟ بنضرب صح؟ يبقى معنى كده انا قعدت اجمع لحد ما وصلت لفين؟ لحد نحو اكس وانس ان انت وصلت نحو اكس ابتدت الاشارات تبقى بالايه؟ بالسالب تبتدي تاخد المسافات بتاعتك بالايه؟ بالسالب عشان كده القيم بتاعتك هتبتدي تقل معاك لحد ما ترجع تاني للايه؟ للزيرو. يبقى دايما بتبتدي بصفر وبتنتهي بصفر، والقيم بتزيد معاك لحد ما توصل للماكسيموم عند محور اكس، وبعد كده تبتدي تقل تاني لان المسافات بتاعتك بقت نيجاتيف لحد ما توصل تاني للايه؟ للزيرو. يبقى ده بالنسبه للشير ستريس ديستريبيوشن. برضه ممكن نجيب قطاع الشير على الفلانج هنا. يعني الفلانج زي ما بيتقص في الاتجاه ده ممكن ناخد برضه قطاع هنا نسميه اس 8 لو خدنا سيكشن 8 هنا قيمة الشيل عنده هتطلع بسبب كام؟ لو خدنا الشير عند 8 هتاخد مساحه هنا شويه 8 تطلع سالب سي في الاس اكس
بي بتقطع بالقطاع. طيب كيو 8 تطلع بصير سي اللي هي بكام؟ عزم المساحه. انت المساحه اللي قطعت هنا مين؟ الجزء اللي على اليمين ده الخط ده الخط صح؟ ليه؟ القيمه بتاعتك هنا دي المساحه اللي قطعت هنا المساحه دي بالظبط. يبقى المساحه دي عزم المساحه بتاعها عباره عن كام؟ العرض في الايه؟ في السم. العرض بتاعك هنا كام؟ 15 وكام؟ ونص صح. يبقى 15 ونص مضروبه في السمك بتاعك اللي هو بالاثنين المسافه لحد محور اكس اللي هي 16.6% على السمك اللي اتقطع باستخدام قطاع. القطاع قطع عرض قد ايه؟ يعني انت لما جبت الموس او اي حاجه وقطعت كده السمك اللي اتقطع السمك قد ايه؟ 2 سم. القطاع مشى في الجزء ده مشيت مسافه منطقه قد ايه؟ 2 سم. يبقى على 2 سم. في الحاله دي في قيمه كيو 8 تطلع بتساوي كام؟ حد يحسب؟ كام؟ قول لي اسوي كنت ماكسيمم 124 و46% كيلو جرام على سنتيمتر سكوير. طب لو كنا خدنا قطاع قبلها هنا كان هيطلع بكام مره؟ كان هيطلع بزيرو. يبقى معنى كده ان قيمه الشير بتاعتك هنا ممكن نرسمها هنا هتتغير هنا بزيرو القيمة بتاعتك هنا بكام؟ 124.46. التوصيل بتاعنا هنا المرة دي هيبقى عبارة عن مين؟ الله مرة لينير ومرة ليه يا شباب؟ عشان دي دي اكس ودي واي. بالظبط احنا ضربنا في المسافه واي كم مره؟ مرة مره واحده. المسافه بتاعت الواي بتاعتك مش متغيره كونستنت المسافه كونستنت وبعد كده المسافه بتاعتك ايه؟ هي اللي بتضرب فيها اللي هي 16.6%. فالقطاعات العموديه على القوه كيو واي دايما هتلاقي ان قيمه الشير بتاعها في القطاعات عباره عن ايه؟ لينير. نفس الكلام لو خدت القطاع هنا بس قبل ما اخد القطاع هنا عايزين نتناقش عن القطاع 6. القطاع 6 لما جينا حسبناه خدنا القطاع وحسبنا كله من فوق طلع لي بكام؟ 25.9. طب ال 25.9 لو كنا حسبناهم من تحت يعني خدنا المسافه دي بس عزم المساحه بتاعت المسافه دي مش هيطلع نفسه هو اللي جاي من فوق؟ احنا عندنا عدد المساحه اللي فوق قد عدد المساحه اللي تحت وبالتالي لو كنت حسبت من تحت او من فوق كنت هتطلع نفس الايه؟ القيمه بس كنت هتخلي بالك من الايه؟ من الاشاره انت لازم هتعكسها بس ان شاء الله. وبالتالي كيو 6 لو كنت عايز تحسبها من تحت تحسبها بس تبقى عارف ان هي لازم تطلع ايه؟ موجبه او تحسبها من فوق تاخد الاشارات بتاعتك وتبقى متاكد ان هي تطلع ايه؟ مظبوط. نفس الكلام بالنسبه لكيو 9 لو عايز تكسب كيو 9 هتعملها ازاي؟ هتاخد القطاع بتاعك ده بس وتطلع قيمته كام؟ بس تبقى عارف ان القيمه بتاعتي ايه؟ انا بتكلم عليها كقيمه ابسوليوت دلوقتي مش هاخد بالي من الايه؟ من الاشارات. انا عارف ان القطاع قبلها بزيرو، طب القيمه هنا هتطلع بكام؟ كيو 9 تطلع بتساوي نص في عزم المساحه. عزم المساحه اللي اتقصت هنا المسافة دي كام؟ ها؟ 7.5 تبقى 7.5 يبقى نص في المساحة اللي هي 7.5 في السمك بتاعنا اللي هو 2
في المسافه بتاعتي من تحت لحد فوق، بس هنلغي موضوع السالب ده، هتبقى الموضوع بتاعك عباره عن كام؟ 25 94 على السمك اللي اتقص اللي هو كام؟ 2 سم. هتطلع لك الكيو 9 97 28% كيلو جرام على سنتيمتر سكوري. لغينا السالب ليه؟ لان احنا عارفين اوريدي ان القيمه طلعت ب 25 و 9 10 خلينا سيبك من ده دلوقتي، خلينا في ده. انا عارف ان القيمه 25 و 9 10 هتوصل لحد ما توصل لايه؟ للزيرو. لو انت خدتها المسافه دي خدتها بالسالب هتطلع القيمه بايه؟ بالنيجاتيف، بس انت عارف ان هي مبالغه، عشان كده احنا من البدايه عشان ما نبقاش بالعكس تعكس الاشاره. هنا برضه احنا ماشيين بالعكس يبقى نعكس الايه؟ الاشاره. يبقى الكيو 9 هتطلع بتساوي 97 و 28%، ولما نيجي نوقعها انا وقعها في المنظر ده. قيمه هنا زيرو وقيمه هنا ب 27 97 ب 28%. مفهوم كده يا دكتور؟ اكتفي بس. الشير دوت الكيرف اللي هو احنا عملناه دوت، هل ليه طريقه مماس وكده زي مثلا الترم الاول ولا على طول؟ صحيح يا شباب، في حاجه نسيت اقولها. لو خدنا الخط اللي وصل بين النقطتين كنا ممكن نجيب برضه تعليقه هنا الكيرف ده نسميها دلتا كيو. دلتا كيو يا شباب تساوي زي اللي بي ال سكوير على 8 بس تساوي سي في اتش سكوير على 8. يعني بتطلع تساوي تساوي نص الاتش بتاعك اللي هي كام؟ ب 40 تربيع على ايه؟ على 8. سيبك كده تطلع تساوي كام؟ ماكسيمم مثلا بعد ما فوق ايه؟ اكس. اتفضلوا.